السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر منتج. ان شاء الله حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الاستراتيجيه اللي انتوا كنتوا مستنيينها بقالكم فتره طويله جدا، عاملين بتستنوا استراتيجيات كتير. وبوعدكم من الفيديو ده ان في استراتيجيات كتير جايه، في استراتيجيات كتير مش قليله خالص، تمام؟ فالنهارده معانا استراتيجيه قد ما هي حلوه جدا ومميزه جدا وبتجيب جدا، قد ما هي سهله جدا وكل الناس المبتدئين هيقدروا يستفيدوا من الاستراتيجيه دي، وبحاجات بسيطه جدا انت اي حد مبتدئ يعرف يعملها. فبالتالي مش هتخسر حاجه لو عملت لايك، اشترك في القناه كنت اول مره تشوفني عشان يوصل لك اي استراتيجيه جديده بنزلها. الاستراتيجيه دي بالمناسبه ممكن تحققها لما مبلغ كويس جدا يوميا، مش شهريا، يوميا ممكن يوصل ل $50 اكتر من كده لو انت عملت جهد زياده شويه، فالموضوع هيفيدك جامد. زائد الاستراتيجيه دي طريقه الربح منها عن طريق حاجتين، حاجه للمبتدئين اختار رابط اللي انتوا عايزينه، وحاجه تانية بقى للناس المتطوره شويه هتكسب من ادسنس بالاعلانات. فخلينا نشوف الموضوع ده هيمشي ازاي واقول لك خطوات الاستراتيجيه دلوقتي. ولكن برضو قلنا قبل كده اعمل لايك، اللايك بص وصل الفيديو ده ل 1000 لايك، انا عايز اوصل الفيديو ده 1000 لايك، ماليش دعوه انت بقى اتصرف وصل لي الفيديو ده 1000 لايك. لو الفيديو ده وصل 1000 لايك انا هنزل جزء تاني من الاستراتيجيه دي، هنزل بارت تاني، هنزل استراتيجيه تانيه. فوصل الفيديو ده 1000 لايك بس، مش هقول اكتر من كده، هستناك توصل الفيديو ده 1000 لايك. فانت دلوقتي لو بتتفرج اعمل لايك، لو انت اول مره تشوفني او عايز تعمل سبسكرايب للقناه يعني تشجيع عندينا عشان نكمل ونعمل استراتيجيات احلى، فاشترك في القناه مش هتخسر اي حاجه، اشترك في القناه وان شاء الله الاستراتيجيه دي هتفيدك جدا باذن الله وهتكسب منها فلوس حلوه. يلا نبدا. في يوم من الايام كنت داخل الفيسبوك عادي جدا، فقمت داخل على الجروبات بتاعتك، بتبص على الجروبات بتاعتك عادي جدا، فجروب من الجروبات اللي انت مشترك فيها متفاعل فيها لقيت فيه قصة شدتك شوية، قصة عن الهاكر المحترف، مش لازم نقول اسم، فالشخص ده عمل كذا 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 في مجال الهاكينج، وقع مع عصابة، العصابة دي بدأت انها تطرده في كل مكان، بدأ يهرب، بدأ يعمل كل شوية، القصة بتزيد إثارة، في تشويق، في حوار بيحصل. فجأة القصة خلصت، طب النهاية فين؟ طب التكملة فين؟ مفيش تكملة، محدش عارف النهاية فين. لكن انت هتبقى عارف، انت لو بصيت على اول كومنت هتلاقي النهايه، هتلاقي رابط، الرابط ده هيوصلك للنهايه، الرابط ده هتلاقيه مختصر، هتعدي الاختصار هتلاقي فتح لك مدونه، هتفتح التدوينه دي هتلاقي قدامك اعلانات ادسنس، هتعدي الاعلانات دي او هتتفرج على الاعلانات دي هتلاقي بقيه القصه. كده اعتقد وضحت بالنسبه لك وعرفت الاستراتيجيه بتاعت النهارده هتتكلم عن ايه. حلو الاسلوب صح؟ انا حبيت ابسطها لك، حبيت اجيبها لك على اساس قصه، انت فاهم؟ جبتها لك من جهه حلوه بحيث المبتدئ المحترف اي حد هيفهم الاستراتيجيه دي وتفهم ماشيه ازاي. يجي واحد دلوقتي يقول لك لا يا عم ده الناس هبله، الناس هتضغط وتختصر ومش عارف ايه. على فكره اولا محدش فاهم حاجه، اولا يعني الجروبات دي كلها محدش بيبقى فاهم حاجه، محدش بعرف ايه ده اصلا، يعني ايه اختصار رابط، محدش فاهم اي حاجه. يعني كل واحد عارف له كلمتين انجليزي، يعني سكيب اد، سكيب اد دي يعني ده اعلان، خلاص نضغط سكيب، ده البتاع فتحت قدامنا اهي، تمام خلصت، فاهم؟ وما تقوليش ان في حد بقى مش عارف الكباتشه، لا كل العالم عارف الكباتشه وكل عارف ازاي بيتخطى الكباتشه. فبالتالي الناس هتتخطى الموضوع وهتعديه عادي، تمام، وهتتفرج وهتكمل القصه من غير ما تقول تلت كام، ولا تقول لك حتى انت مختصر، ولا تقول لك حتى تنصب على الناس، ولا بتضحك على الناس، ولا تستخف بعقولهم عشان تكسب من اختصار رابط، محدش هيقول لك كده، لان اصلا زي ما قلت لك هيبقى قليل جدا اللي فاهم. او مش عارف بعد ما انشر الفيديو ده مين بالظبط اللي هيبقى فاهم، ممكن الجروبات كلها تبقى فاهمه. وعشان كده انا قلت للناس في الفيديو اللي فات اشتركوا في القناه، قلت لك اشتركوا في القناه، فعل الجرس، فعل الجرس عشان الاستراتيجيه دي اول ما تنزل على طول تشوفها، تمام؟ ده اللي كان مقصود. فالناس اللي مش فاهمه اي حاجه لحد دلوقتي، يلا نخش بقى في التفاصيل، نخش بقى في شرح الاستراتيجيه، نبدا ازاي هنعمل كل ده مع بعض. ولكن صدقني انا مش هطول خالص في الفيديو، هحاول ان انا اخلي موضوع الاستراتيجيه ده سريع بحيث ان انتوا فاهمين الفكره، فاهمين ازاي هتنفذوا الفكره، لكن مش هنطول اكتر من كده عشان فعلا الفيديو مش عايزينه يطول قوي عشان الناس اللي مش فاهمه حاجه تعيد الفيديو وتفهم كل حاجه، تمام؟ يلا نبدا. طيب يا جدعان، كل اللي هنحتاجه على طول في الاستراتيجيه دي او في اللي احنا هنعمله النهارده او في الطريقه ان شاء الله اللي هتكسب منها فلوس كويسه جدا، لو كنت نسيت انك تشترك في القناه فبفكرك انك تشترك عشان يوصل لك كل الاستراتيجيات وكل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، انت اول واحد، فعشان يوصل لك الفيديوهات دي انت اول واحد فلازم تشترك وتفعل الجرس عن طريق زرار سبسكرايب في الوصف، سوري في الوصف اللي هتلاقيه تحت الفيديو، هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، وهتلاقي جنبه جرس كده فعله او اضغط عليه واعمل ارسال كل الاشعارات وبعد كده اوكي او موافق وبس،
انت كده بتكون اشتركت في القناة وكده بتكون دعمتني وتخليني انزل فيديوهات اكتر، وكده بتكون افدت نفسك انت في الاستراتيجيات والفيديوهات اللي هتيجي ان شاء الله الفترة الجاية. بس خلينا نبدأ على طول، ولو كنت ناسي تعمل لايك فاعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده لألف لايك. طيب نركز مع بعض، نركز مع بعض. اول حاجة ده الفيسبوك عادي جدا، يفضل هو ما فيهاش إهانة يعني، عامة ممكن اعملها عادي تمام، ولكن يفضل لو عايز تعمل اكونت جديد فعادي، اما اكونتك انت فبرضو عادي تمام. بس بلاش نراجع عن الحوار انك تعمل اكونت بنت عشان الناس تيجي اكتر او تنشر قصص اباحية والحاجات دي، بلاش نعمل الحاجات دي يا جدعان، عشان انا يعني مش عايز ذنوب من حاجة انا ماليش يد فيها. يعني انا بخلي مسؤوليتي عن اي حد يستخدم الحاجات دي او الاستراتيجية دي في اي حاجة من الحاجات اللي هي مخالفة لشرع الله يعني تمام، فانا ماليش علاقة بالموضوع ده، كل واحد ودماغه. يلا نبدأ على طول. هتروح على كلمة استكشاف هنا على المجموعات، جميل، فهيدخلك على المجموعات او على المجموعات كلها. هنخش على كلمة استكشاف، جميل جدا. زمان شايف كده دي الجروبات او اكتر الجروبات واقوى الجروبات اللي فيها اعضاء، واكتر الجروبات اللي فيها مش حوار بقى اعضاء، اللي فيها تفاعل. دي اكتر الجروبات اللي فيها تفاعل في الدنيا كلها، او في يعني في المحتوى بتاعك. فانت شايف كده مثلا هنا انا مثلا اصدقائي واصحابي كلهم تقريبا يوتيوبرز وناس لهم علاقة باليوتيوب والانترنت في المجال ده، فانت هتلاقي معظم الحاجات اللي هنا الناس دي فيها. لما يكون الناس دي فيها يبقى كده الحاجة دي لها علاقة مثلا بحاجات خاصة بيهم هم، او حاجات لها علاقة بالربح من الانترنت. جميل جميل. مشروع صغير ناجح مثلا، دي حاجة لطيفة جدا ممكن نعمل لها انضمام تمام. عندك حاجات كده بقى، حاجات ملهاش علاقة بيك، حاجات بقى محلية تفهم، ممكن انت تحدد هنا مثلا، تختار مثلا اي حاجة، شوف مثلا القصة بتاعتك هتتكلم عن ايه. يعني مثلا القصة بتاعتك دي مثلا لها علاقة بالهاكينج، لو هاكينج او حاجة زي كده، فممكن مثلا تخش على الحاجات بتاعت الربح من الانترنت، ممكن تخش على الحاجات بتاعت مثلا اي حاجة لها علاقة اي حاجة بقى لها علاقة بالكمبيوتر عامة، الناس مثلا بتوع حسابات ومعلومات ككلية، الناس اللي بتدرس الهاكر، الناس دي كلها انت ممكن تخش على الجروبات اللي فيها الناس دي، وساعتها هتقدر انك تجيب ناس تتفاعل معاك. ولكن انا مبفضلش كده بصراحة، ما تروحش الناس الفاهمة، ما تروحش تبيع المياه في حارة السقايين من الاخر يعني، ما تروحش الناس اصلا شغالة في اختصار روابط وتروح تعمل لهم الحركة دي عشان تكسب من اختصار روابط، محدش هيخش عليها ولا حد اصلا هيهتم بالموضوع. فانت روح للناس اللي مش فاهمة حاجة، مثلا حاجه زي اكلات على قد الايد دي، مليانه ستات كبار، مليانه ستات كبار يقعدوا يوعوا في اولادهم، مليانه بنات شباب او بنات كبار شويه برضو ما هماش فاهمين حاجه في الشغل بتاعنا، ما هماش فاهمين ده شغل، ناس متاثره باي حاجه، ناس بتتاثر باي حاجه. فانت حاول تلعب على الناس دي على طول. فمثلا خش في اي جروب مثلا زي الجروب ده تمام، الجروب ده فيه 1,200,000 عضو يا جماعه، تخيل التفاعل عامل ايه في الجروب ده. فخلينا نبص كده زمان، يا نهار ازرق يا نهار ازرق، ده من 6 ساعات يا جماعه، من 6 ساعات جايب 5900 لايك، من 6 ساعات، ده من 9 ساعات جايب 7400 لايك تمام. فوائد العسل الاسود، انتوا متخيلين 1300 لايك؟ ده الجروب ده انا لو دخلت فيه انا ممكن اعدي في بالقناه خالص تمام، من ساعه جايب 560 لايك. فتخيل انت بقى لو دخلت هنا ونشرت بس بتاع لا قصه، على فكره انا موافق، انا ممكن ادخل في الجروب ده واقعد مع الناس دي بجد، انا ما بهزرش. فتخيل انت قعدت في الجروب ده كده ونشرت قصه تمام، نشرت قصه من القصص اللي انا هوريها لك دلوقتي او اللي انت هتجيبها دلوقتي، تخيل انت هتجيب كام شخص وكام حد هيتعاطف معاك وهيعدي وهيعمل متابعه للقراءه وهيشوف القصه وهيخش وهيتخطى اختصار روابط وهيشوف اعلانات جوجل ادسنس لو انت عملت اللي انا هقول لك عليه كمان شويه. فخلينا في المستوى الاول من الاستراتيجيه دي، انك تخش الشخص ده يخش على البوست اللي في القصة، يعمل متابعة للقراءة، يلاقي ان الباقي مختصر، هيلاقي الباقي مختصر، ولما يلاقيه مختصر هيعدي الاختصار، وبعد كده تدخله على تدوينة بقى في اعلانات جوجل ادسنس، او تدخله على التدوينة الاصلية اللي انا هجيبها لك كمان شوية او اللي انا هجيبها لك دلوقتي يعني. طيب عايزين قصص، طيب ناس بنات او ستات كبار بيتأثروا بايه؟ بيتأثروا مثلا بالتشرد، انت تقعد تفكر بقى، مثلا بيتأثروا مثلا بالهاكرز والحاجات بتاعت الهاكينج، بيتأثروا بالقصص القتل، قصص مثلا ان واحدة قتلت ولادها غصب عنها او حاجة زي كده، بيتأثروا بكل الحاجات دي الناس الكبار بالذات او الناس دول، او هات حاجة فايرل بقى، هات حاجة تفرقع انت فاهم.
فالقصص مفيش اكتر منها، قصص كتير قوي قوي قوي. يعني مثلا انا ممكن اجيب لك قصه مثلا، عندك قصه ايه اتنشرت على الفيسبوك تمام زي ما انت شايف كده. بص القصه عامله ازاي، تمام، هي دي القصه وليكن، يعني قصه مش صغيره، قصه مش صغيره. هتاخد مثلا الجزء ده وليكن مثلا الجزء ده كده من القصه تمام، وتنشره في اي جروب، في اي بوست، دخلنا على اي بوست مثلا عندك هنا وقمت نشره. وانا اسف جدا ان الموضوع بيطول، انا عارف ان الموضوع بيطول وانا اسف، ولكن انتوا عارفين بس ان انا بحاول اوضح لك الدنيا. فمثلا ده هو بوست اهو، بدانا ننشر البوست ده تمام يا جدعان. بعد ما عملنا الحته دي كده على طول هتروح مثلا عايز بقى تكمل بقيه القصه، فهتاخد اللينك بتاعها كده كوبي وتحطه، وانا هقول لك على تركيه صغيره كده هتعملها، هتحطه هنا مثلا وتقول له شورت تمام. هقول لك على حته بقى، موقع لينك 717 ده اللي هو يعتبر موقع الافضل بالنسبه لي انا، زي ما قلت ان الموقع ده ما بيشتغلش على الفيسبوك. طب نعمل ايه؟ طب الموقع ما بيشتغلش على الفيسبوك، نتصرف ازاي؟ تمام، تخش على كلمه twitter.com. جميل، دخلنا على تويتر زي ما انت شايف، انا كنت مجربها قبل كده اهو. هتروح هنا تقول له لينك 717 اهو، فانا حضرتك ايه عاوز اللينك بتاعه، هتقول له تغريد، هيقول لك ان انت عملتها قبل كده مفيش اي مشكله. مثلا احنا عملنا التغريد اهي زي ما انت شايف قدامك، هتاخد اللينك بتاعها بس كوبي، هتاخد اللينك بتاعها ايه كوبي وبس. الموضوع سهل جدا يا جدعان. بعد كده تروح هنا وتقول له تكمله القصه، تكملت القصه، تقول له كوبي اهو واعمل له دي كده بس، تاخد دي تمام وتشيل ده. ده اللي جماليه الرابط بس مش اكتر، وتحط دي هنا كده وتشيل دي وتشيل دي، وده بيدخلك على ايه، بيدخلك برده على على البوست. جميل، ده برده بيدخلك على البوست، على اللينك 717 بشكل مباشر اهو زي ما انتم شايفين. فكده يا جماعه اللينك 717 اختصر من تويتر، فكده الدنيا اتظبطت معاك زي ما انت شايف كده، دخلك على اللينك 717 بشكل مباشر. فاحنا كده شكرا جدا، مش محتاجين اكتر من كده. خدتوا بالكم الحته دي يا جماعه؟ هتحط البوست عادي جدا هتلاقي ان اللينك اللي تويتر اختصره على طول هنا تمام، وده مش ما فيهوش اي مشكله مع الفيسبوك. هتحط صوره جميله او صوره، اي صوره انت عايزها، تقول له مشاركه، وان شاء الله كده مفيش اي مشاكل. زي ما انت شايف الحمد لله انتشرت، زي ما انت شايف اهو مفيش اي مشكله خالص، ويخش هنا يلاقي ان هي لينك 717. فدي تركايه صغيره كده عشان الناس اللي حابه تنشر اي حاجه، اي حاجه ليها علاقه باختصار رابط او اي موقع اختصار رابط على الفيسبوك. فدي الطريقه البسيطه جدا دي وبس. يعني ديك شايف الاستراتيجيه عامله ازاي، واديك شفت الجروبات والتفاعل الجروبات عامل ازاي. فبالتالي مش هتخسر اي حاجه لو جربتها، جربها مش هتخسر اي حاجه. جرب خش في الجروبات دي، انت تخش في جروب واحد، ده جروب زي ما قلت لك يعني، معلش انا امسح، انتوا عارفين يعني. فالجروب زي ما انت شايف، لو انت شفت الجروب اهو، الجروب بيجيب 5000 لايك في الساعه، ولا في 6000 لايك في الخمس ساعات، في 6 ساعات جايب 6000 لايك، يعني في الساعه ممكن يوصل ل 1000 لايك واكتر. فبالتالي لا، يستحق ان انت تجرب، يستحق ان انت تخش تشوف الناس دي بتتكلم في ايه، يستحق ان انت تشوف الكلام ده كله تمام. دي حاجه. تاني حاجه، انت مش الجروب ده لوحده اللي هتتكلم فيه، انت عندك اكتر من جروب. الجروب ما تخشش زي ما قلت، ما تخشش للناس بتوع التقنيه، ما تخشش للناس اللي فاهمه في كل حاجه، لا، روح لناس مش فاهمه، روح لناس مش مركزه، روح مثلا لجروب شباب وبنات كول، مش عارف ايه الحاجات دي، دي بتجيب جامد مع الناس دي، وفعلا الناس دي بيبقى عندهم تفاعل رهيب. جرب ومش تخسر اي حاجه، وقول رايك فيها في الكومنت، قول رايك في الاستراتيجيه دي في كومنت تحت، وما تنساش انك تعمل لايك عشان نوصل الفيديو ده 1000 لايك ان شاء الله، يعني باذن الله يوصل 1000 لايك وبس كده. يعني يا رب باذن الله الاستراتيجيه دي تنفع معاك وتبقى كويسه جدا وتحقق منها فلوس كويسه. والناس طبعا اللي عايز تستخدم ادسنس او عايز تستخدم حاجه زي كده، فكل اللي هتعمله انك تاخد القصه كلها وتنشرها عندك في التدوينه بتاعتك جميله كده، يكون فيها اعلانات ادسنس، والف مبروك. يعني مش محتاج شرح الموضوع ده خالص يعني تمام. ان شاء الله، واتمنى باذن الله يكون الاستراتيجيه دي عجبتكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا منها بس كده. شكرا جدا ليكم.
ايه لسه في حاجه؟ مفيش اي حاجه. اعتقد كده انا كده قلت كل حاجه، انا كده فهمتك الحاجه من الالف للياء، ازاي هتعمل المدونه، ازاي هتعمل كل حاجه من الاول للاخر. والموقع احسن موقع ممكن تستخدمه زي ما قلنا هو لينك 717، لو هتقدر تستخدمه هو من احسن المواقع اللي تقدر تستخدمها دلوقتي، هو من احسن المواقع في السي بي ام وحاجات كتير اتكلمنا عنها في الفيديو. فموقع مميز جدا، هتعمل تدوينه بسيطه، هتحط فيها القصه، عرفنا نجيب القصص منين، عرفنا نجيب الجروبات منين، عرفنا كل حاجه، بس مفيش حاجه اكتر من كده. انا كده ساعدتك في كل حاجه تقريبا في الاستراتيجيه دي. كل الباقي هو انت، هو انك لو كسلت وما عملتش وما بدأتش تشتغل بالاستراتيجية دي فانت فعلا هتخسر كتير، وفعلا انت مش فاهم حاجة لو انت ما استخدمتش ادسنس وما استخدمتش اعلانات جوجل ادسنس، ادسنس بالذات الشهر ده او الشهرين دول، فانت فعلا بيفوتك ربح كبير. تمام، ربح ادسنس الشهر ده او الوقت اللي احنا فيه ده للناس المبتدئين اللي هم بيجي لهمش 500-600 زيارة في اليوم بيوصل لعشرة دولار وعشرين دولار. فكر فيها هتلاقي ان انا عندي حق. ولما انا اكتب في العنوان، العنوان ده انك تكسب 100 دولار في اليوم، فانا ببالغش، مفيش اي مبالغه في الموضوع ده، انت فعلا هتكسب ارقام كبيره جدا لو مشيت بالاستراتيجيه دي بالربح بالطريقتين من غير اي حلفان ومن غير اي حاجه، فانت فعلا هتحقق فلوس كويسه جدا من الحوار ده. فما تضيعش على نفسك فعلا الوقت ده، الشهرين دول ما تضيعهمش على نفسك، ابدا اشتغل، استهدى بالله كده وابدا قول بسم الله وتوكلنا على الله، بدانا نشتغل. لكن هتبدا بقى تقول احباط وتحبط في الناس في الكومنتات وتقول لهم يا عم ده كلام، يا عم ورينا اثبات، يا عم انت عملت ايه بقى بالاستراتيجيه، ورينا مش عارف ايه. انا مش فاضي للحوار ده، انا مش فاضي، انا عمال بجمع لك وعمال بنزل فيديوهات كل يوم عشان اوصل لتارجت محترم قبل نهايه السنه دي، فمش فاضي اشتغل باستراتيجيات. فاتمنى تكون فاهم وواثق بكل كلمه انا قلتها، ان الاستراتيجيه دي لو عملتها ولو بدات فيها هتفيدك، صدقني الاستراتيجيه دي هتعدي معاك. في الجروب او انا اسف في التدوينه اللي اسفل الفيديو ده هتلاقي فيها كل حاجه اتكلمنا فيها في الفيديو ده، وهتلاقي فيها حتى سايب لك بعض لينكات الجروبات كده، ممكن ان شاء الله يعني متفاعلين شويه تخش تجوين في الجروبات دي وتنشر فيهم. وعلى فكره الاستراتيجيه دي زي ما قلنا برده ما هياش محتاجه ان انت تعمل البوست بتاعك في 100 جروب، لا انت اختار مثلا 10 جروبات متفاعلين تمام، مش مهم اي حاجه، عشان حتى ما تاخدش حذر من الفيسبوك عن الطريقه انك تنشر الجروبات كتير، لا مش لازم تنشر في جروبات كتير ولا حاجه. تمام، فلو استخدمت الطريقه دي صح فعلا هتجيب فلوس كويسه جدا. وانا اسف جدا على التطويل، انا اسف ان انا طولت عليكم، بس انا بس حاولت ان انا افهمك كل حاجه بالتفصيل، بس كده. شكرا جدا ليك على المشاهده، وما تنساش عايزين نوصل الفيديو ده 1000 لايك، فلو الفيديو وصل 1000 لايك هنزل استراتيجيه ثانيه على طول بعد الاستراتيجيه دي. فوصل الفيديو ده 1000 لايك يعني دلوقتي نبدا بيه حضرتك، انت اضغط لايك دلوقتي لو كنت ما ضغطتش في الاول، فاضغط لايك دلوقتي وان شاء الله تكون استفدت. ولو كنت عمال تشوفني اشترك في القناه، كنت عمال تشوفني فاتمنى يعني تشترك في القناه عشان نوصل 40000 مشترك، خلاص قربنا. بس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، نشوفك ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي. سلام.